بسم الله الرحمن الرحيم. اهو تلقينا عم بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وزي العادة حكاية كل يوم، وهدرزة كل يوم، وفكرة كل يوم، وتفكيرة اللي تجي في الراس بنقولوها وتكون إن شاء الله طيبة علينا وعليكم. وأن الكلام اللي نقول فيه يما سامعة من ناس يما عايشة، وناس توقات وناس علي دراية، وناس أكبر منا واخدوها موعظة واخدوها حكمة باش يفهموك باش يربوك باش تعرف شنو قيمة الناس قبل، وشنو حكاياتهم وشنو معيشتهم. من القهاوي دوينا في البداية الحلقات على القهاوي، ودوينا على عمي مرسال، يحكوا عليه عمي مرسال هذا زنجي طويل عريض الله يبارك، قال لك شخصية فريدة، قال لك يفتح الصبح يمشي يصلي الفجر ويفتح القهوة، قال لي والله يقول في دعاء قد ما حاولنا ان نحفظوه ويجي. شنو القهاوي متاعنا زمان؟ تلقى عليه القراشة، هو طيب السحلب على المرعوب. قال لي في نكهة مش عادية في رمضان هداي، قال لك القهوة متاعها خاصة في رمضان، القهوة متاعها فصتها علماء فصتها الناس. ويجي واحد يحكي، اسمع عمك خليفة الهلاوي يحكي عليه الغولة، ويحكي عليه أبو زيد الهلالي وعليه صلاح الدين، ويتحمسوا معاه زي اللي رينا في باب الحرارة، في باب الحارة هداي يحكوا عليه نفس هداي هالبناس، يقولوا لي زمان عمك خليفة لله يجي، وهو قالوا كفيف البصر ويبدأ يقعمز ويدير علماء يجوا يقعمز ويحضروا. المهم عمك مرسال هذاك قال لك يبدأ القفطان مميز ومداير قشطة حمراء، وهذاك الطربوش فوق راسه، وقال لك الوحيد لما صارت الحرب قعد في المدينة القديمة، اللي درج سنة يقول له شكون قعد فيها، يقول له تلقى فيها عمك مرسال، ما خافش قعد في المدينة القديمة ما باش الناس كلها هجت، اللي هج للفرناج هذا فرن الجير يقولوا له تو اختصروا زمان فران الجير يقولوا له الفرناج، واللي مشي لي زنزور واللي مشي لي مسلاتة، طلعت الناس من المدينة. قال لك يقول له مل في المدينة، يقول له عمك مرسال وقهاوي. بعدين جبت قهوة الكيش، قهوة الكيش عاد فصلها استوانات وفصلها الواحد، يجوا يسمعوا حفوظ الموحش، مختار داقرة، محمد الحربي، عمك عثمان الفزاني، يسمعوا في الأدوار والموشحات ويسمعوا ويحفظوا فيها متاع سيد درويش والصفتي، وعلى ظهر قلب يحفظوا فيها، تقول لم تحفظوها، قالوا ما تساوت وكذا إلا ما جاء فهمي عوض للزاوية الكبيرة، بدي قال لي بدو الدور أدب الدور هدبة، يعني هدبة كان لنا الدور مشجل بسرعة بسيطة، ويقولوا فيه زي ما مشجل في الاستوانات، لكن لما جاء فهمي عوض عاصف القانون يحكي لي عليه الأستاذ علي الغناي، طبعا الأستاذ علي الغناي عازف عود، وقال لي قراني في المعهد الموسيقى، قال لي فهمي عوض شخصية مرموقة مصرية، قال لي جاي للزاوية الكبيرة وعازف قانون، قال لي تهدب الدور والموشح والطقطوقة، كانوا يحبوها الليبيين وكانوا يحفظوا فيها عن ظهر قلب، وطبعا تنقال في الزوي وتنقال في المناسبات وفي الأعراس، أعراس الله حضرناهم، عرس عبد الله المملوك الله يرحمه، ما هو عرس في الظهرة، فؤاد التويجيري، كمال عبد العال، جلبو مشماش، زمان تاخذ بالخاطر رجول الكمينة يقولوا له يا كمينة يا حاج رمضان راهو هذا عرس ولدي نبوك توقف فيه، حاضر جبر الخواطر باهي، يجوا لعلي زايد وباب حر ولا قبله اشبح من جيل اللي قبله، حاضر يجوا لزاوية الكتاني يقولوا له نبو راهو المولود ونبو نقدوا فيها ونبو كذا، صغار الليد ولا صغار طلي جماعة بوهريدة كلهم يوقفوا، بومشماشة صغار بومشماشة صغار بالخير يجوا لي واحد في جماعة بالخير يقولوا له راهو احنا نبو كذا مجموعة تبدا واقفة، يعرفوه رايس يعرفوه يمشي الشغل، يمشوا لي كل تركينا في باب العزيزية، حتى هم جماعة الخزان حتى هم عندهم مجموعة العلاقي من العلاقي، يمشوا لي باب غشير صغار زوكا والطرابلسي، كل تركينا تلقى الرياس تلقى ناس يعابين عليها، وشنو يجبروا بالخاطر ياخذ ما يقول ليش لا 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 فكني، يقول له نبو كذا حياة ميلاد في قرقارش رحمة الله عليه البسطي والشيخ أسامة، لا 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 فكني دخلني بنقعد في المشاكل وجيب هديك وجيب لا لا لا، يجبروا بالخاطر يوقفوا له، وكان 7 أيام مثلا الليالي حضرناهم عراس حلوات
في باب بحر حضرنا عرس علي زايد صغار الحنان مش عارف من هو، مشينا اللي على خاطر الناس في خير الدنيا، لأن هذا كان في الزاوية الصغيرة، هذا كان في الزاوية الكبيرة، هذا ولد شارعنا يجي بمولد وتدريجة يفزعوا له ويمشوا له، يجوا يطلبوا له من بوحوشكم بني نكسكسوا فيه، يا عيني والله غالي وطلب رخيص، نبوحوشكم بنديروا فيه المولد، غالي وطلب رخيص، نبوحوشكم مش عارف شنو هو، تو خمس دقائق تدريجة يبلطوا لها 400 500 جنيه ولا تستمتع ولا فيها متعة ولا فيها ماشي خير من مع هذا مورود خير من بلاش، راضيين به، غير المفروض جماعة الفرق ينزكوا روحه، مش واحد لابس سروال أمريكاني، واحد تيشيرت، واحد جاي بشورت، راك أنت جاي لعرس. كان ما تكونش نازك ومحترم، حتى فرقتك فيها بهجة، الشيخ فاتح رحمة الله عليه، والله لما تخش حضرنا عرس محمد خرم، الله يبارك، حضرنا عرس الحاج أسامة البسطي، الله يبارك، عراس كانت مقومة، وواحد بجهده وواحد بفلوسه، يمشوا لعبد الله جحور، يا عبد الله نبو فلان من كذا، خلاص كون هاني شنتبو كذا كذا، ناس مقومة. ناس الله يبارك، ناس يقولك بالله يرد بالك من دكاني، يجبر له خاطره تمت يمشي يتغدى ويقيل، وكان عنده حاجه دي. وكان امان، كان تخطم معصات مكنسة كرسي، حتى كان اطلع واحد من الدكان يقولك راهو صاحبه ما هناكش دكاكين، يحكوا لعمي عبد المجيد بلامين حكانا عليه عمي عمران قرين، قال لي اول ما دار الدقيق يجيب يستورد في الدقيق، جاي وفد الماني جايين متاع الشركه كذا مقام زين معاه وكذا يتفاهموا قداش بتورد وقداش بتجيب وامتى وكذا، صار اذان الظهر قالوا نستاذنوا يحسبوه حرج ولا ندار ما عجبان، قالوا لا عندنا وقت صلاه نصلي ونجيكم، قال لي شن كبر في عينه ما ذكر الراجل، قالوا له انت ابعت اي وقت والكميه اللي تبيها حتى فلوسك ما نبوهمش، انت ما تبعت تبيع ابعت الفلوس، شو صلاح تقوى وصلاح، عمك محمد بن سعيدان يحكي لي عليه قال لي خشوا كذا في الدكان يعطيك ما يصرفوا لكش لين تمشي لأمين السوق بالورقة، كل شيء كان بضوابط، وكان كيف تبي جبر اخواتك، بالله عليك عمي محمد هذا يساعده باهي حاضر، كون متهني عليه يمشي هذاك كذا، بالله تمشي معي يا راجل، يقول لك برا معي اللي وريقه وكل شيء، ما تمشيش في الزور، ما قلنا لكش برا في الزور، برا في الرسمي، المهم تعرف فلان راهو جبر الخواطر باهي، راهو قضاء حوائج الناس، اقسم بالله فيها حديث لا يدخلون الا الجنه، قضاء حوائج الناس، لكن مش في البعيد في حاجه مزوره ولا في شهاده كذا، لا في الرسمي، والله يجيك واحد ينشد فيك على بنيه فلان، لا 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 فكني برا في جنازه ما تمشيش في جوازه، تعلاش يا راجل؟ كانت ما تعرفوش قول له والله برا زيد انشد، تعرف؟ قول له ناس طيبه، ما تعرفهم كذا؟ قول له يا اخي ما يمشوش معك، هذا الكلام الناس الاولين اللي يقولوا فيه. من بين حكايات وامانه، من بين الامانه مذكوره ذكرها حتى الاستاذ علي الحسنين في كتاب اسمه طراء كشت الصفار بين ذاكرتين او بين زمنين، واحد عمك سالم الرقيق، واحد رحمه الله عليه، بوه فلوس غني حاله، بوه شعر بمنيته قربت، طبح عليه جاره، قال له يا جاري تعالى نبيك. كان بنحكي لكم عليها تو هديه لانها طويله، نحكي لكم على اللي قصر منها جبر الخواطر وكيف الرحمه بين الناس، والله قدامي واحد شويباني طبص، أني لما نحكي لكم عليها والله دموعي يسبقوا، طبص على الززار، قال طبص له فوش شنو، قال له باهي يا عم الحاج، ولا الززار قال لا حول ولا قوة إلا بالله، في واحد مصنع منا الله يبارك، إن شاء الله ربي يزيد في ماله، وكان حي إن شاء الله ربي يطول في عمره، وكان انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله ربي يغفر له، قال له شنو؟ قال له والله هذا رقيق حال وعنده صغيرة ياخذ لهم في عديمات، تقال له قصه هي واعطيها للنفصة هو وما تقول لش اني منه، هذه الطيبه وهذه الرحمه، والله يا جماعه ما عادش نقدر ما عادش لما نتفكرها لحمي نوض شوك تو، اللي سمعنا يربح واللي شافنا يربح واللي يصلي على النبي يربح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.